وصلنا عن طريق أحد القنوات الرائدة اللي ليها السبق في إخبار أسعار السيارات، واللي بنثق في أخبارها لأنها من قلب السوق، عن تخفيضات في سيارة هيونداي كريتا موديل 2020. قبل ما نذكر التخفيضات وأسعار السيارة بكل فئاتها بعد التخفيض، أحب أنوه أن رابط المراجعة الشاملة للسيارة أعلى فئة فيها التوب لاين سانروف موجود تحت الفيديو في صندوق الوصف، وكانت المراجعة بس مباشر اللي حابب يتعرف على مواصفات السيارة. وبلغت التخفيضات 13,000 جنيه على جميع فئات السيارة الخمسة، وكانت الفئة الأولى البيز لاين 2020 سعرها قبل التخفيض 343,000 جنيه، بتخفيض 13,000 جنيه أصبح سعرها الحالي 330,000 جنيه. أما الفئة الثانية جي إل سمارت كان سعرها قبل التخفيض 363,000 جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 350,000. أما الفئة الثالثة الميد لاين كان سعرها قبل التخفيض 388,000 جنيه، أصبح سعرها بعد التخفيض 375,000 جنيه. والفئة الرابعة التوب لاين كان سعرها قبل التخفيض 408,000 جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 395,000 جنيه. أما الفئة الخامسة أعلى فئة التوب لاين SR Sunroof كان سعرها قبل التخفيض 418,000 جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 405,000 جنيه. نقول الأسعار تاني للفئات الخمسة بالترتيب بعد التخفيض 330,000 350,000 375,000 395,000 405,000 للفئة الخامسة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير في كل مكان عشان تعم الفايدة، واكتبوا استفساراتكم وتعليقاتكم تحت في قسم الكومنتس وهرد عليها كلها بإذن الله. واللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك بالضغط على اشتراك سبسكرايب تحت الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات عشان يجيله إشعار بالجديد من فيديوهاتنا في حين إصدارها أول بأول. نشوفكم الفيديو الجاي، دمتم في أمان الله.